السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى سبيله واتبع منهجه وسار على دربه إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا، إنه جواد كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أيها الإخوة، ذكرت لكم في الدرس السابق عددا من أشراط الساعة الصغرى، فذكرت لكم العلامة الثانية والأربعين وهي كثرة موت الفجأة، والعلامة الثالثة والأربعين وهي وقوع التناكر بين الناس، ذكرت لكم العلامة الرابعة والأربعين وهي عودة أرض العرب مروجا وأنهارا، ثم ذكرت العلامة الخامسة والأربعين وهي كثرة المطر وقلة النبات، ثم ذكرت العلامة السادسة والأربعين وهي حسر الفرات عن جبل من ذهب، وذكرت العلامة السابعة والأربعين وهي كلام السباع والجمادات للإنسان بل وبعض جسد الإنسان، ثم ذكرت العلامة الثامنة والأربعين وهي تمني الموت من شدة البلاء. في هذا الدرس أيها الإخوة، سأذكر لكم عددا من أشراط الساعة الصغرى وعلاماتها، وستكون هي الخاتمة لدروس أشراط الساعة الصغرى. وأنبه قبل سرد هذه العلامات أنني قد ذكرت لكم سابقا أن من أشراط الساعة الصغرى كثرة الهرج والفتن والقتل، وبناء على هذا فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد من أشراط الساعة الصغرى فيها ذكر القتال، وفيها ذكر بعض المعارك وذكر بعض القتل، وهي ما سأذكره في هذه العلامات التالية. كما أنني قد ذكرت لكم فيما سلف أن من علامات الساعة الصغرى ما ظهر وانقضى، بل منها ما ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كبعثته وكوفاته صلى الله عليه وسلم، هذين الأمرين من علامات الساعة الصغرى، ومنها ما ظهر ولا يزال يتتابع ظهوره حتى يبلغ الغاية، ومنها ما لم يظهر بعد. ومن علامات الساعة الصغرى ما يتزامن ظهوره مع ظهور علامات الساعة الكبرى، فقد يكون هناك شيء من علامات الساعة الصغرى لا يظهر إلا مع آخر علامات الساعة الكبرى. فإذا تنبهت لذلك فسيأتي ذكر بعض العلامات التي ينطبق عليها هذين الأمرين. الأمر الأول أنها ظهرت ولا زالت تتابع وتظهر حتى تبلغ الغاية منها، والأمر الثاني أن نهايتها قد يكون مع آخر علامات الساعة الكبرى. فمن تلك العلامات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من علامات الساعة الصغرى قتال الترك، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر ويمشون في الشعر كالمجان المطرقة. وجاء في رواية للبخاري: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر كأن وجوههم المجان المطرقة. وفي لفظ في المسند: عراض الوجوه. وفي رواية البخاري تفصيلا أكبر من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين وحمر الوجوه ذلف الأنوف، أي قصار الأنف مع انبطاحها، قصار الأنف مع انبطاح الأنف كأن وجوههم المجان المطرقة. وهذه عدة أوصاف لهم: صغار الأعين، حمر الوجوه، ذلف الأنوف، عراض الوجوه، نعالهم الشعر ويمشون في الشعر. والمجان المطرقة جمع مجن وهو الترس، والميم هنا زائدة لأنها من الجنة، والترس هو السترة.
والمطرقة لأنها كانت طاقات فوق بعضها وتطرق، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم وجوههم كالمجان المطرقة من جهة وضع الترسي والسترة. من هم هؤلاء الترك وأين ديارهم؟ الترك أيها الإخوة فيهم أربعة أقوال: القول الأول أنهم من نسل يافث بن نوح، والقول الثاني، ويافث بن نوح من نسله يأجوج ومأجوج، فعلى هذا القول يكونون أبناء عمومة، يكونون أبناء عمومة هؤلاء الترك هم ويأجوج ومأجوج. والقول الثاني أنهم من بني قنطوراء، وهي جارية لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولدت له أولاداً جاء من نسلهم الترك. والقول الثالث أنهم من نسل أفريدون بن سام بن نوح. والقول الرابع أنهم من نسل تبع. وعلى كل حال فإن هؤلاء الترك هم أهل ديار تركستان، هم أهل ديار تركستان. وتركستان كلمة فارسية مأخوذة من كلمتين: ترك وستان، ومعنى ستان أي أرض، فالمراد بهذه الكلمة أرض الترك، وهي كلمة فارسية. وهذه البلاد، بلاد تركستان، هي ما بين مشارق خراسان إلى مغارب الصين وشمال الهند إلى أقصى المعمور من تلك الديار، فهذه ديارهم، هذه ديار الترك. وليس المراد بالترك الأتراك، وليس المراد بالترك الأتراك أو تركيا، ولكن قد يكون هؤلاء الأتراك من نسل أولئك الترك، لأن أو دولة العثمانية التي قامت في بلاد تركيا أصولهم من السلاجقة الذين يعودون إلى هؤلاء الترك من ديار تركستان، فلعل هذه الكلمة أتراك أو تركيا أخذت من أنهم ينسبون إلى تلك الديار، وإلى أن أصولهم تعود إلى تلك الديار. لكن المقصود بالترك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا هم أهل ديار تركستان هناك. وهذه العلامة أيها الإخوة وقعت، فقد قاتل المسلمون الترك في أول خلافة بني أمية في عهد معاوية رضي الله عنه، واستمروا يقاتلون كثيرا، ومنهم التتار، وملكوا هؤلاء الترك غالب بلاد المسلمين وملكهم، بل تحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن هؤلاء الترك أول من يسلب ملك العرب. ثم أسلم كثير من هؤلاء وفتحوا القسطنطينية، وأيضاً تحقق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر. هم كانوا كذلك حتى يقع فيه، أي حتى يسلموا، والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، كما جاء ذلك عند البخاري. فهؤلاء الترك قاتلوا المسلمين قتالاً شرساً، حتى أنه سقطت على أيديهم دولة الخلافة العباسية، وقتلوا في آخر من قتلوا المستعصم بالله، آخر خليفة عباسي، ومنهم جنكيز خان. وهؤلاء التتار قد يعني أفضعوا في المسلمين الجرائم والقتل، وملكوا مصر والشام وشيء من بلاد الروم وشيء من بلاد فارس، وكانوا شرسين في قتالهم مع غيرهم. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوا الحبشة ما ودعوكم، واتركوا الترك ما تركوكم. والحديث أخرجه أبو داود والنسائي وحسنه الألباني. قال أهل العلم رحمهم الله تعالى في شرحهم لهذا الحديث: لأن بلاد الحبشة بينها وبين العرب مفاوز وبحار، وبلادهم وعرة، ويخشى على المسلمين الهلاك إذا قاتلوهم. وقالوا أن الترك قوم أشراس، أهل بلاد تركستان قوم أشراس، وقوم فيهم حقد شديد على المسلمين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على أمته منهم، فيقول: دعوا الحبشة ما ودعوكم، واتركوا الترك ما تركوكم. ولذلك حينما حصل القتال في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، كتب عامل تلك الديار لمعاوية، أي أمير تلك الديار لمعاوية، أنني قد قابلت الترك فهزمتهم وسبوت منهم وملكت أرضهم. فغضب معاوية رضي الله عنه وقال: لا أسمعك تعود إلى شيء من ذلك حتى أكتب لك. فقيل له في ذلك رضي الله عنه، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتركوا الترك ما تركوكم. وبالفعل حصل بعد ذلك أن هؤلاء الترك والتتار
المغول وغيرهم من أهل بلاد تركستان عادوا على المسلمين فسلبوا ملكهم، وكان أول من سلب ملك العرب، وعاثوا في ديارهم الفساد، وقتلوا منهم الشيء الكثير والكثير، كما ذلك مذكور في كتب التاريخ بشيء موسع. هذه هي العلامة 49. فهذه العلامة ظهرت. العلامة 50 من علامات الساعة الصغرى قتال العجم، والعجم خلاف العرب، خلاف العرب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم، حمر الوجوه، فطس الأنوف، صغار الأعين، كأن وجوههم المجان المطلقة، نعالهم الشعر. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم صنفين في هذا الحديث سيكون قتالهم: العجم، وكذلك الترك الذين أتى وصفهم في الحديث السالف الذكر. وخوز هي بلاد خوزستان، يحدها من الغرب بلاد فارس، ومن الشمال خراسان، وجنوبها بحر فارس، عفوا خوزستان من بلاد الأهواز من عراق العجم. وقيل الخوز صنف من الأعاجم، لكن بلاد كرمان أو كرمان، وهي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ثانية، هي بلاد واسعة يحدها من الغرب بلاد فارس، ومن الشمال خراسان، وجنوبها بحر فارس. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك أيضا في حديث سمرة عند أحمد، وقال الهيثمي عن هذا الحديث: رجاله رجال الصحيح. قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يملأ الله عز وجل أيديكم من العجم، ثم يكونون أسدا لا يفرون، فيقتلون مقاتلتكم ويأكلون فيئكم. وهذه من علامات الساعة، وحصل قتال العجم آنذاك، ولا يزال يحصل وسيستمر إلى قيام الساعة كما سيأتي معنا. العلامة 51 من علامات الساعة الصغرى كثرة الروم وقتالهم للمسلمين. وقد جاء في حديث المستورد القرشي عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. وعند البخاري في الحديث الطويل الذي سبق وأن ذكرته لكم: أعدد ستا بين يدي الساعة، ومنها ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر أي الروم، فيغدرون ثم فيأتونكم، فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. وبين الأصفر كما ذكرت لكم هم الروم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. طبعا غزو الروم حصل، لكن الذي لم يحصل إلى الآن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. هذا لم يحصل إلى الآن ولم يقع بعد، وسيكون هذا الأمر عند وقبل خروج الدجال، قريبا من ذلك سيكون هذا الأمر لما سيأتي من الأحاديث. العلامة 52 من علامات الساعة الصغرى فتح القسطنطينية، وهي مدينة الروم، وكانت تسمى بيزنطة. فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا، فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها. قال ثور أحد رواة هذا الحديث: لا أعلم إلا قال الذي في البحر، يعني جانبها الذي في البحر يسقط، ثم يقول: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر، ثم يقول: لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا. فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. وهذا الحديث فيه دلالة على أن من أشراط الساعة الصغرى فتح القسطنطينية. وهذا الفتح الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع إلى الآن، لأنه سيقع عند خروج الدجال، لأنه سيقع عند خروج الدجال. وما حصل قبل ذلك من إرسال ليزيد بن معاوية حينما أرسله معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وحينما قتل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وما حصل بعد ذلك من فتح القسطنطينية على يد العثمانيين ونحو ذلك، هذه كلها تمهيدات للفتح الأكبر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. إلا أنه تجدر الإشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: من بني إسحاق. جاء في بعض الروايات الأخرى
إلا أن أهل العلم ذكروا أنها رواية غير محفوظة، وأن المحفوظة هذا أنه قال عليه الصلاة والسلام بني إسماعيل، لكن أهل العلم نصوا على أن المحفوظة من هذه الروايات بني إسحاق. فيكون معنى هذا الحديث أن الذين يغزون أو غالب من يغزون في ذلك الزمن هم من أبناء الروم الذين يسلمون، كما ذكرت لكم آنفا أن من أبناء التتار من أسلم، أن من أبناء التتار من أسلم وصلح حالهم، بل وفتح الله على أيديهم بلادا عظيمة. فسيكون كذلك الحال في آخر الزمان، يسلم من أبناء الروم الشيء الكثير ثم يغزون فيفتحون القسطنطينية وغير ذلك. العلامة 53 من علامات الساعة الصغرى قتال اليهود. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. والغرقد نوع من شجر الشوك معروف ببلاد المقدس، وهناك يكون قتل الدجال واليهود كما قال ذلك النووي رحمه الله تعالى. بل جاء في المسند من حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال في خطبة الكسوف ثم قال: وإنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس فيزلزلون زلزالا شديدا، ثم يهلكه الله تبارك وتعالى وجنوده، حتى أن أصل الحائط وأصل الشجرة لينادي ويقول: يا مؤمن، أو قال: يا مسلم، هذا يهودي، أو قال: هذا كافر، تعال فاقتله. والحديث حسنه ابن حجر رحمه الله تعالى. والناظر في هذا اليوم إلى وضع اليهود وذهابهم وهجرتهم إلى حول بيت المقدس يعلم أن هذه العلامة قريبة الوقوع، قريبة الوقوع، لكنها ستقع بشكل كامل بعد نزوله، بعد خروج الدجال عفوا، بعد خروج الدجال وعند نزول عيسى ابن مريم. وأكثر أتباع الدجال وجنودهم من اليهود، كما جاء ذلك في حديث عند ابن ماجه من أن من جند الدجال 70,000 من اليهود. وهذه العلامة بهذا الوصف لم تظهر بعد، لكنها قريبة الوقوع. وكلام الشجر أو الحجر سيكون على الحقيقة لا على المجاز، لأنه لا يوجد قرينة تصرف هذا الكلام إلى أنه مجازاً، خلافاً لما قال بعض أهل العلم. وفي تخصيص شجر الغرقة أنه لا يتكلم تنبيه أيضاً على أن الكلام يكون على الحقيقة لا على المجاز. هذه العلامة 53. هذه بعض العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من جهة القتال: الترك والروم واليهود وفتح القسطنطينية، هذه كلها من علامات الساعة، ويكون فيها القتال والقتل والهرج. العلامة 54 من علامات الساعة خروج القحطاني. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، وهو رجل صالح، كما أثر عن عبد الله بن عمرو وابن عباس رضي الله عنهما بأسانيد حسنة. والعصا هنا كناية عن حزمه وطاعة الناس لأمره ورضوخهم له، وليس المراد أنه يظلمهم. العلامة 55 من علامات الساعة الصغرى نفي المدينة لشرارها ثم خرابها في آخر الزمان. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. هل ذلك وقع في زمن النبوة كما قال القاضي عياض، أو أن ذلك سيكون في آخر الدجال كما قال النووي رحمه الله؟ رجح ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح احتمال الأمرين، وقال: الأول يدل عليه حديث الأعرابي الذي طلب الإقالة من المبايعة على الإسلام، فقال حينها النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها، كما أخرج ذلك البخاري رحمه الله. والثاني أنه عند نزول الدجال يدل عليه حديث الدجال الطويل، وفيه: ثم ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات، فيخرج الله إليه، أي إلى الدجال، كل كافر ومنافق. والحديث أخرجه البخاري. ويكون أيضاً، وذلك محتمل، في أزمان متفرقة فيما بين هذين الزمنين، زمن النبوة وزمن خروج الدجال. وأما خراب المدينة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: تتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العوافي، أي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا، أي خالية، حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما. وهذه العلامة ستكون بعد الدجال، بعد خروج الدجال وبعد نزول عيسى
وعند خروج النار التي تكون في آخر علامات الساعة الكبرى التي تحشر الناس إلى أرض المحشر. العلامة 56 من علامات الساعة الصغرى بعث الريح الطيبة لقبض أرواح المؤمنين. ففي صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان الطويل في قصة الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: إذ بعث الله ريحا طيبة، وجاء في أحاديث أخرى أن تأتي من جهة الشمال أو بلاد الشام، فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. وهذه العلامة ستظهر بعد خروج الدجال وبعد نزول عيسى بن مريم وقتله للدجال وبعد خروج يأجوج ومأجوج. العلامة 57 من علامات الساعة الصغرى والأخيرة استحلال البيت الحرام وهدم الكعبة. ففي المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في آخر الزمان يظهر ذو السويقتين تصغير ساق، لأن أهل الحبشة كانت سوقهم أو سيقانهم دقيقة. ذو السويقتين، يظهر ذو السويقتين على الكعبة. قال الراوي: حسبت أنه قال فيهدمها. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. فهذه آخر العلامات، يبعث الله تبارك وتعالى تلك الريح فتأخذ أرواح المؤمنين، تخرب المدينة، يهجرونها أهلها ويتركونها، تهدم الكعبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. هذه 57 علامة من علامات الساعة الصغرى جاءت فيها أحاديث صحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، آخرها كما ذكرت لكم لا يزال يتتابع ويظهر، وبعضها لم يظهر، وسيكون الغاية منها وآخر ظهورها مع علامات الساعة الكبرى، ثم بعد ذلك تقوم الساعة، والساعة أشراط الساعة الكبرى ستتزامن مع أواخر أشراط الساعة الصغرى كما ذكرت لكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح قلبي وقلوبكم وعملي وأعمالكم، إنه لذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.